مرة ثانية أنا النغيب المتمرد على غادة وساسة الجيش الفاسدين وشرذمة فلول الكيزان، النغيب سفيان محمد زين بريمة، أرحب للمرة الثانية بالأخ ساجد وأعتذر وأتأسف عن التأخير للأسباب اللي وريت كلها. طيب، أول حاجة قالوا من رأى ليس كمن سمع، وإيمان الرؤية بالعين أقوى طبعا من إيمان السمع. في يعني 3 أسباب واقعية ومنطقية أنا شاهدتها بأم عيني زي ما بقولوا، أدتني الدافع والإيمان لأنه أنا ألتحق بقوات الدعم السريع وأتشرف بالتحاقي بمؤسسة قوات الدعم السريع، وسأظل بها بإذن ربنا سبحانه وتعالى إلى أن ألتقط أنفاسي الأخيرة في سبيل القضية. والأسباب الثلاثة دي بإيجاز وباختصار، أول حاجة أسباب بتتعلق بحقيقة المؤسسة العسكرية. أنا دخلتها سنة 2008 واتخرجت منها سنة 2013 وعملت بها للوحدات لحد ما أنا اتمردت. طيب، الحقائق المتعلقة بالمؤسسة العسكرية بتبادر لأذهان كثير من الشعب السوداني، إلا لما نقول مؤسسة عسكرية أو قوات مسلحة نحن بنعني القوات المسلحة المنوط بها واجب حماية الشعب وممتلكاته. لكن يا جماعة طبعا سبحان الله ده ما عنده أي علاقة بالمؤسسة العسكرية الآن الموجودة في السودان. المؤسسة العسكرية الآن الموجودة في السودان ما هي إلا ذراع أيمن وكفر تغطية لمؤسسة كيزانية وسخة نتنة رذلة، لا يعني ما عندها دقيقة علاقة دقيقة نهائي دقيقة بالوطنية ولا بحماية المواطن ولا حماية الشعب ولا حماية ممتلكاته. سيادة النقيب، بس دقيقة أوضح لك حاجة أول بس عشان حاجة نحن لما تسلمني. دخلنا الكلية الحربية السودانية 2008 دخلنا اسمعي دقيقة بس عين، أوكي عشان في كلمات معينة ممكن تكفل اللايف، اللي هي الكلمات اللي فيها إساءات زي وسخة نتنة، حاول تلقى كلمات تانية عشان بس ما يتقفل اللايف من التيك توك. كمل. اوكي 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 تمام. اوكي اوكي تمام. طيب، اول حاجه في اسباب وحقائق بتتعلق بالمؤسسه العسكريه. انا رايت بام عيني داخل المؤسسه العسكريه من دخولي الكليه الحربيه السودانيه 2008 لحد تخرجي ولحد ما عملت بالوحدات. الحقائق اللي خلتني انا اتمرد من المؤسسه ما عندها علاقة بالوطنية دي، أول حاجة دخول الطالب الحربي إلى الكلية الحربية وقبوله ما بيعتمد على اللوائح والنظم والقوانين اللي هم بيضعوها يعني كملصق في جامعة كرري أو في مكاتب القبول. إحنا بنعرف إن الكلية الحربية عندها لوائح ونظم وقوانين بتخص الدرجة والشخص ذاته ويعني اختبارات معينه وفحوصات معينه المفروض هو يجتازها الى يعني اخر حاجه مقابله القائد العام، بعد ذاك يتم قبوله. نيفا في الواقع ما في اي علاقه بين اللوائح والنظم والقوانين دي وما بين حقيقه قبول الفرد داخل الكليه الحربيه. بيتم قبول الفرد داخل الكليه الحربيه اولا عن طريق التنظيم، وده الكلام الجو قالوا لنا الكيزان في الثانوي في المدارس الثانويه لما نحن متخرجين، قالوا لنا اذا داير الزول يضمن مقعده داخل الكليه الحربيه عليه انه يقدم عن طريق بوابه التنظيم الحركه الاسلاميه وجناح السياسي المؤتمر الوطني. انتهى نقطه. نحن كشباب درسنا ويعني قضينا سنين عمرنا كلها عشان نحن يعني نلتقي بوظيفه تحفظ لنا انه نحن نعيش ناس كريمين كبشر كسودانيين، يعني من حقنا انه نعيش العيشه دي. شلنا شهاداتنا ومشينا الامانه الغربيه للمؤتمر الوطني في السبيل، امبد السبيل، وقدمنا بشهاداتنا وكان درجاتنا عاليه جدا، لكن في النهايه جرت العادة بأنه يعني ده المفهوم اللي بي 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 بيكون بيدخلوا لك داخل ذهنك وفي واقعك انت بتعيشه، فانت بتمشي على البوابة اللي اصلا هي
انت داير في النهايه تاكل عيش كريم وتعيش كفرد سوداني او كمواطن سوداني عزيز مكرم. قدمنا عن طريق الامانه الغربيه وشالوا الملف ودوه الكليه الحربيه ودوه السلاح الطبي. المهم وبدت المعاينات. خلال المعاينات دي تفاجأنا بانه في ناس اكفاء وفي ناس يعني حبهم بيحبوا العسكريه حب. سبحان الله نفضوهم من المقاعد وكل المقاعد كانت للناس اللي قدموا عن طريق التنظيم. بعد ده خشينا الكليه الحربيه في اول يوم نحن في ارض التمام وكل ضباط الدفعه 56 بيعرفوا الكلام ده، واتحدى اي ضابط يقول انا كلامي ده الان فيه كلمه غلط. اتحداه. نحن اول يوم لما جينا وكان جانا رايد انا الان نسيت اسمه، المهم هو الدفعه 44 من حجر العسل، قال حنتلو عليكم لوائح ونظم الكليه الحربيه ولوائح ونظم العمل وقانون القوات المسلحه. اولا في الحاجات دي كلها انا حاخذ لكم حاجه واحده عشان اوريكم نفاق وكذب الكيزان. قال ممنوع التحزب وممنوع التجمع والاجتماعات، نحن هنا كضباط قوات مسلحة همنا الأول والأخير هو حماية الوطن والمواطن. يا سلام. سبحان الله ما لبسنا شهر داخل الكلية الحربية وإلا المؤتمر الوطني بكوادر المعروفين كلهم والحركة الإسلامية بكوادر المعروفين كلهم اللي بيدعوا الإسلام وبيدعوا يعني الوطنية نزلوا جونا في الكليه الحربيه بيمارسوا العمل التنظيمي لكن بواجهه دينيه، يعني شنو؟ يعني كفر كده للناس اللي عقولهم طبعا تعبانه. المهم جمعيه، قران كريم، ما بعرف، محاضرات دينيه، لكن كله عمل تنظيمي. قعدنا فتره الكونفاينمنت اللي هي فتره الثلاثه شهور وطلعونا، قبل ما يطلعونا ليزن قالوا شوفوا الاجتماع بتاع المؤتمر الوطني بتاع الحركة الإسلامية وجناح السياسي المؤتمر الوطني حيكون يوم الجمعة التجمع الساعة 1 في جامع الشهيد في الخرطوم. تنظيم بحت. انتهينا من الكلام ده كله، انتهينا من الكلية الحربية ومارست الحركة الإسلامية وجناح السياسي المؤتمر الوطني كل أنواع التنظيم للدفعة كلها. بعد ذاك يعني نادرا ما تجد لك زول انه يتمرد على النظام داخل الكليه الحربيه لانه طوال بيغمعوك بشنو؟ بقوانين الكليه الحربيه. بعد ذاك لما اتخرجنا وتم التوزيع للوحدات، الوحدات الاستراتيجيه او الوحدات اللي هي يعني نحن بنسميها الوحدات الدسمه او الوحدات الراغيه او الوحدات يعني ذات الشان في القوات المسلحه أو الوحدات المؤثرة في السلاح بتاع القوات المسلحة بيتم توزيع الضباط لها فقط عن طريق التنظيم. ما في، ما تقول لي جيت الأول ولا اخترعت الذرة ولا اخترعت البندقية الكلاشينكوف، ده لنفسك. يهم عندهم التنظيم، أنت منظم ومنتظم في سيرك التنظيم يودوك يوزعوك في أحسن الوحدات. أنت زول ما انتظمت وما آمنت بمعتقدات التنظيم بعد ديت تتلف الدائرة الكبيرة وناس الجيش بيعرفوا الدائرة الكبيرة، الدائرة الكبيرة دي عمليات خلا بس من وحدة بتاعت خلا لوحدة بتاعت خلا لحد ما تكره اليوم اللي خلاك انت ما تنتظم في سيرك التنظيم. بعد ذاك داخل الوحدة إذا جيت العاصمة في بيوت بتاع التنظيم الآن بما تسمى بالعمل الخاص اللي بيمارسوا فيها العمل الخاص وكده وموجودة يعني معروفة دي بيمارسوا فيها التنظيم داخل الوحدة. حط الضباط داخل الوحدات في الشعب الإدارية الرئاسة، رئاسة الشعب والإدارات كلها بيتم توزيع الضباط عليها على أساس التنظيم وانتظام في التنظيم وموالاة للتنظيم وتنفيذ لأجندة التنظيم وإن كانت ضد المواطن وضد القوات المسلحة. فدي حاجات أنا شفتها بأم عيني داخل القوات المسلحة. يعني ما في زول في الدنيا بيقدر يقنعني بعكس ده إلا وأكون أنا زول أرجوز وزول ميتي خير من حياتي، لأن دي حاجة أنا شفتها. بقول لك أنا شفتها يا ساجد بعيوني، عايشتها. يعني ما حتقنعني كيف أنت إنه المؤسسة دي ما مسيطر عليها التنظيم يا بني آدم؟ حتى حتقنعني أنا النغيب المتمرد ده كيف؟ بيعطي طريقة مهما يا اخي انت لو قتلت اهلي كلهم. اسمح لي يا سيادة، لو انا ده مت
سيادة لو النقيب. شفت لا 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 اوكي اوكي معليش معليش لا 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 يعني لا 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 اوكي 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 ما تستخدم انت ما ما تستخدم حتقدر، ما في ذول مخلوق قول في الدنيا النقيب هيقدر المتحدث يقول رئيسك عني المتحدث. بعكس انه المؤسسة بتاعت القوات المسلحة ما هي الا تغطية لتنظيم الحركة الإسلامية وجناحها السياسي المؤتمر الوطني، ودي قناعة كل ضابط الآن هو داخل الجيش، لكن بعد ذاك وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم علوا وظلما بمعنى الآية. يعني الضباط الآن اللي قاعدين ديل، أنا أحلف ليك بالقسم والذي رفع السماء بلا عمل، كلهم بيعرفوا حقيقة القوات المسلحة، لكن تاني بعد ذاك جبهم منهم المهم خوف، في حين انه البني ادم ده ما بيموت مرتين ولا ثلاثه، فطعم الموت في شيء حقير كطعم الموت في شيء عظيم. واحده بس انت ما دام اصلا ربنا ده هياخدك مره واحده يا اخي، ياخدك على الصح وعلى الصدق، بعد ذاك فلتكن المجريات الامور دي نحن ما بنتحكم بها، بيتحكم بها ربنا سبحانه وتعالى، لكن نحن علينا انه نقول الحق. طيب طيب انا اول حاجه أنا ده السبب الاول، اتفضل كمل كمل كمل. اوكي ده سبب خلاني انه انا انضم لقوات الدعم السريع، وفي الاسبوع التالي وبكامل ارادتي وبكامل قواي العقليه ايمانا مني وتصديقا بانه المؤسسه بتاعت القوات المسلحه ما هي الا مؤسسه